السلام عليكم. اليوم ان شاء الله هنكمل المحاضرة اللي بدأنا فيها في المرحلة السابقة، وهي تكملة اللي هي حالة المخاطرة. نعرف احنا قلنا انه في عنا الحالة الاولى حالة التأكد، الحالة الثانية اللي هي حالة عدم التأكد، والحالة الثالثة اللي هي حالة المخاطرة. كيف بصير عند الانسان بقدم على اي عمل بدون ما يعرف شو النتائج؟ معناته نسبة الربح دائما بتكون عالية في حالة المخاطرة. في التأكد لو ربحت مثلا من كل 100 شيكل بمشي الحال، بس في عملية المخاطرة بما ان انا مش عارف اني بدي اخسر ولا بدي اربح، دائما بتكون نسبة الربح بتكون عالية جدا فيها. ليه؟ لانه الخسارة برضو كمان بتكون عالية بتكون فيها. بكل تتميز هذه الحالة عن غيرها بمعرفة احتمالات حالات الطبيعة، سواء موضوعية او مستندة على اسس علمية، ام غير موضوعية ومعتمدة على التقدير الذاتي لمتخذ القرار، فانها تعامل بنفس الطريقة. بتعرف ولا ما بتعرفش؟ تعطيك نفس ايش؟ نفس. كانت عنا اذا بتتذكروا احنا المثال السابق كان عنا اللي هو السندات والاسهم والودائع، وكانت اللي هو انه في حالة النمو الاقتصادي السندات بتعطينا 14، بالركود بتعطينا 8، في التضخم بتعطينا 4، وحالة الاسهم بتعطينا 16، 5 وبخسر ناقص 4. على فرض ان احتمال حالات الطبيعة اللي هي بحالة النمو الاقتصادي 20%، بحالة الركود 50%، وبحالة التضخم بعطينا 30%، يعني 20%، 50%، 30%. يعني القصد انه واحد صحيح 100% يجب ان يكون عندنا في النهاية. بتكون القيمة المتوقعة للسند السندات طبعا كم كانت عندنا؟ كانت عندنا اللي هي 14 مظبوط في الحالة، و8 و4. الأولى 20%، 20 ضرب 8 ضرب 12 زائد 5% ضرب 8 زائد 30% ضرب 4 يساوي 8. والقيمة المتوقعة للسهم هي كانت عندنا 16، 5 ناقص 4 نضربها ب 20% ضرب 16، 50% ضرب 5 زائد 30% ضرب ناقص 4 يساوي اللي هي حالة المخاطرة هنا 4.5. القيمة المتوقعة للودائع بما انها ثابتة كانت اللي هي 20% ضرب 10، 50% ضرب 10، 30% ضرب 10 بيعطينا 10. شو بقول؟ بقول انه لان احنا متأكدين، لو تأكدنا من حدوث حالات الطبيعة فاننا نستثمر في اعلى مردود تحت حالة ايش؟ الطبيعة المؤكدة الموجودة عندنا. كويس؟ شو بدنا نختار معناته؟ نختار اول شيء الاسهم في الحالة الاولى، بالودائع في الحالة الثانية والثالثة. والقيمة المتوقعة للعائد شو هي؟ اللي كانت 16 ضرب 20% زائد 10 ضرب 50% زائد 30 ضرب 10 ويساوي 11%. طلعوا شو اللي اخذنا؟ ليش طلعوا الحالات شو كانت عندنا؟ الاسهم على شيء مظبوط صح؟ قال ايش؟ اكبر عائد موجود عندنا 16، ورقم 2 سندات في عندنا مظبوط، يعني في الحالة الثانية بدها تكون كانت عندنا 16، الحالة الثانية مظبوط الودائع تتكون عندنا مظبوط، وفي عندنا هون كمان 10، يعني بختار أول شيء على قيمة، بعدين ودائع، بعدين إيش عندي؟ الأسهم بتكون عندي اللي هي الحالة الثالثة لو كان عندي الخيار. طلع هنا لما جينا حسبناهن 16 ضرب 10 ضرب 10 يساوي القيمة المتوقعة للعائد إذا في الحالات الموجودة عندي كيف بدي أستثمر. وقل لك ماذا تسمى القيمة المتوقعة في ظل المعلومات الصحيحة؟ هلا لما أنا بدي أخذ معلومة صحيحة وين بدي أستثمر؟ بده يكلفني هذا فلوس، في إلها قيمة. ليش بدي أستثمر؟ إذا استثمرت في هذه الأسهم قديش أنا حيكلفني الحصول على هذه المعلومات حتى أعرف إني أقدم على هذا الاستثمار أو لا أقدم.
كلك تسمى القيمة المتوقعة في ظل المعلومات الصحيحة، ويسمى الفارق بين القيمة الحالية والقيمة التي ايش اخترناها. اخترناها احنا كم كانت عندنا قيمة؟ 10 بالقيمة متوقعة للمعلومات الصحيحة. كم طلعت عندنا احنا؟ 11 و2 ناقص 10. اذا بدي ادفع 1 و2 في 10 قيمة لهذه المعلومات حتى ايش احصل عليه. بقول يعني ان انا لا ندفع اكثر من هذه القيمة، بصيرش ادفع اكثر من 11 و2 في 10 كويس حتى احصل عليها وعلى المعلومات الصحيحة، لان اقصى مردود يمكن ان نحصل عليه هو 1 و2 في 10 دينار بده يكون عندنا. حالة الندم طبعا هذه اخذناها ايش؟ اخذناها من اللي هو كان مش كان عندنا شو كيف حالة الندم؟ في عندنا التفاؤل والتشاؤم مظبوط؟ ناخذ اعلى قيمة مظبوط؟ وبنطرح القيم المتبقي منها، بتعرفوا كيف مش كان عندنا 16 القيمة؟ 16 ناقص 14 يساوي 2، وهنا شو كان عندنا؟ 10 6، 16 ناقص 16 0 وهلم جرة، هي كانت 8. ما هي قيمة الندم للبديل الأول اللي كان عندنا؟ البديل الأول كانت اللي هي 20% ضرب 2 مضبوط، إذا أخذت السندات أنا ضرب 2 زائد 50% ضرب 2 زائد 30% ضرب 6 ويساوي 3 و2 في 10. البديل الثاني 20 ضرب 0 50 ضرب 5 و 30 ضرب 14 يساوي 6 و7 في 10. قيمة الندم للبديل الثالث اللي هي 20 ضرب 6 50 ضرب 0 و 30 ضرب 0 ويساوي 1.2. طلعوا أعطانا نفس النتيجة، انه القيمة المتوقعة للمعلومات تساوي تكلفة الفرصة، البديل مش كانت قيمة المعلومات اللي هي 1 و2 في 10، وهون شو ثبت لنا اللي هي 1.2. بكون لو كانت المصفوفة التكاليف، تعرف احنا في عندنا مصفوفة ارباح وعندنا مصفوفة تكاليف، لو كانت عندنا مصفوفة التكاليف بكون نتبع نفس الخطوات مع اختلاف اسس الاختيار بتكون موجودة عندنا. اذا كان عندنا المثال التالي 5 7 8 4 9 4 7 5 10 8 6 4 7 9 6 3، وكان ايش الاول 20% 15% 30% 35%. كيف يكون عندنا تكلفة الفرصة البديلة اللي هي 20 ضرب 5 15، الاول 5 و85%، الثاني 6 و25%، الثالث بعطينا 5 و8%، والرابع اعطانا 5 و6%. نختار دائما ايش؟ البديل الاقل كلفة، او البديل ايش الرابع الموجود عندنا اللي هي 5 و6 في 10 كان موجود عندنا، اللي كان اقل كلفة هي موجود عندنا. بديل الرابع اللي 5.6 موجود عندنا. هلا البديل الاقل كلفة كان 5 و6 في 10، نطرح من مين؟ من اقل قيمة في كل عمود في المصفوفة. اقل قيمة في كل عمود الموجود عندنا، العمود الاول كمان اقل قيمة 5، الثاني 4، الثالث 6، والرابع 3. نضربهم ايش بقيمهم كويس؟ شو بينتج عنا؟ بينتج عنا الأول إنه في عنا إنه اللي مصفوفة الندم، هاي اللي أصبحت عنا مصفوفة الندم كويس؟ طلعوا البديل الأول 1.4، الثاني 1.8، الثالث لما نضربها في المصفوفة اللي هي 1.95، والمصفوف الرابع اللي هي 1.15 الموجود عنا، وأقل واحد 1.15 موجود عندنا، اللي هو نفسه اللي كان عندنا البديل اللي احنا بدنا نتبعه. طيب الان لو جينا ناخذ لنا مثال كويس، اللي هو بدنا نطبق هذا الحكي اللي احنا حكيناه، نطلع التشاؤم، نطلع التفاؤل، نطلع الابلاس 400 وشوف 480، نطلع اللي هو الابلاس، نطلع اللي هو الواقعي،
وبنطلع اللي هو مصفوفة الندى ونشوف أفضل سؤال موجود عندنا صفحة 482. قل ترغب إحدى المؤسسات الصناعية شراء آلة والمعروض في السوق ثلاثة أنواع من الآلات. آلة طاقتها الإنتاجية 5000 وحدة والتكاليف الثابتة السنوية 10000 دينار. 482 عندنا اللي هو الآلة الأولى، الماكنة الثانية ثلاث، حالة طبيعية الأولى، حالة طبيعية ثانية، الحالة الطبيعية الثالثة، والحالة الطبيعية الرابعة. بقول إنه الماكنة الأولى طاقتها الإنتاجية 5000، هاي الطاقة الإنتاجية، وأنا خلينا نقول نسميها إيش؟ الطاقة الإنتاجية، هاي 5000. التكاليف الثابتة 10000، التكاليف عشر آلاف، والمتغير 6، والمتغيرة تاميم للأولى يساوي 6، الماكنة الأولى، الماكنة الثانية، الثالثة، الرابعة. لا، ثلاث ماكينات احنا عندنا. هاي ميم واحد، تكلفة متغيرة يساوي 6، ماكينة اثنين تكلفة متغيرة 5.5، ثالثة 5، بس طيب. وآلة طاقتها الإنتاجية 20000 وتكلفتها 30000، طاقة الإنتاجية كم؟ 20000. وآلة الثالثة طاقتها الإنتاجية 50000 50000. قديش تكلفتها؟ 50000. طيب. مستويات الطلب اللي 10000، 15000، 20000 و 50000. إذا مستوى الطلب الأولى 10000، 15000، 20000، 50000. كويس. هلا أول حاجة أعطانا هو التكلفة الثابتة، مظبوط؟ الطاقة الإنتاجية والتكلفة الثابتة، وأعطانا التكلفة المتغيرة، معناته شو بلزمني وشو بدي أطلع؟ بدي أطلع التكلفة الكلية، مظبوط؟ التكلفة الكلية ماذا تساوي؟ التكلفة المتغيرة زائد التكلفة الثابتة، مظبوط؟ بالنسبة للأولى بتكلفني أنا كل قطعة بعشرة آلاف وطاقتها الإنتاجية 5، إذا التكلفة الثابتة إلها مالها 10 على 5000 ويساوي دينارين، مظبوط صح؟ والتكلفة المتغيرة إلها كام؟ 6. إذا كم عندنا التكلفة الكلية؟ 8. الماكنة الثانية رقم واحد،
ميم واحد، ميم اثنين. كم لنا طاقة الإنتاجية؟ 20,000، مزبوط. والتكاليف 30,000. إذا 30 على 20 ويساوي 1.5، مزبوط. والتكلفة المتغيرة إلى مالها 5.5. إذا التكلفة الكلية كم عندنا صارت؟ 7. الماكينة الثالثة خمسين ألف وخمسين ألف، إذا واحد. والتكلفة المتغيرة إلها 5، شو بصير عندنا هون؟ 5 زائد 1 ويساوي 6. شو بقول؟ بقول إنه ببيع سعر بيع الوحدة الواحدة هي 10 دنانير، كويس؟ في السيزن ببيعها بنصف السعر في الأوف سيزن، يعني بغير الموسم، كويس؟ ببيعها ب5 دنانير، نصف السعر اللي 5 دنانير. طب احنا لو جينا حسبناها بس هيك من ناحية نظرية، طب الماكينة الأولى لو بتكلفنا كل القطعة لما أنا بدي أنتجها تكلفني 8 دنانير، وأنا ببيعها ب10، يعني لو كامل بربح دينارين. في الأوف سيزن قديش خسارتي؟ 3 دنانير. الماكينة الثانية ربحها 3 دنانير وخسارتها دينارين، بينما الماكينة الثالثة ربحها 4 دنانير وخسارتها دينار. لو نيجي هيك بحاجة نظرية، يعني مثل ما بقول حساب ختياريات، معناته إذا أنا بدفع أقل وربحي أعلى، ولما بدي أخسر بحصر أقل، معناته أي ماكينة لازم أختار أنا؟ معناته لازم أختار الثالثة. هذه إيش من ناحية نظرية، ولكن في العلم في الحساب ما بقولش إشي نظري، بدنا إيش؟ كل إشي لازم يكون عندي موثق بين الآلة اللي أنا بدي أختارها. إذا بنجري هلا العمليات اللي كم كل واحدة بدي أختار، بدي أطبق اللي هي القرارات نظرية، القرارات الخمسة لو تشاؤم، تفاؤل، لابلاس، واقع، والندم، مزبوط. نيجي كمل هون على الجدول الموجود عندنا احنا، جدول شو بقول؟ بقول انه الماكينة الاولى في حالة الطبيعة الاولى كم بتكلفنا؟ 10,000. وبالحالة الثانية برضو كمان 10، والثالثة 10، والرابعة 10. بينما الماكينة الثانية في الحالة الأولى بتكلفنا 10، في الحالة الثانية بتكلفني 35، وفي الحالة الثالثة والرابعة بتكلفني 60. تكلفني الصفر. في الحالة الثانية بتكلفني 25,000، في الحالة الثالثة بتكلفني 50,000، في الحالة الثالثة بتكلفني 200. كويس. لو بدي اتخذ القرار شو اشتري، ماكينة جديدة رقم واحد ولا 2 ولا 3؟ كويس. نيجي لا اولا نيجي لها والحاجة اللي هي التشاؤم. كويس. التشاؤم شو بقول؟ اعلى قيمة دائما اني انا مالي متشائم، ما بشوف شيء. اقل قيمة لما اكون متشائم، اقل قيمة موجودة عندنا في الاول 1, 2, 3, 10 للماكينة الاولى،
وعشرة للماكينة الثانية وصفر للماكينة الثالثة. التفاؤل بأخذ دائما مال المتفائل أعلى قيمة. الأولى معناته عشرة، الثاني 60، الثالث 200. هلا بيجي اللي بربط بينهم، شو لابلاس شو بقول؟ أكثر احتمال أو الواقع بدك؟ الواقع. طيب الواقع، الواقع شو بيعمل؟ الفرق بين التفاؤل والتشاؤم. هون خلينا نقول الواقع أول صفر، ثاني 50، اللي بعده 2. رابعا، النوع الرابع. هلا بنحط الوزن. السؤال شو بقول؟ بقول انه اذا كانت 60% في 40، مضبوط، 60 في 40 شو بده يكون عندي؟ بده يكون عندي 10 ضرب 6 في 10 زائد 10 ضرب 4 ويساوي 10. ثاني 60 ضرب 6 زائد 10 ضرب 4 في 10 كم يساوي عندنا؟ 36 يساوي عندنا 40. الثالث 200 ضرب 6 في 10 زائد 0 ضرب 4 في 10 ويساوي 120. هلا بلزمني النوع، اللي هو المعيار الندم ولا بلزمني لابلاس. اول شيء قبل الندم، لابلاس شو بقول؟ بقول المجموع على عددهن، مظبوط، مجموع على عددهن، او اللي هو واحد على العدد نضربهن ايش؟ كان هون اربعة بنضرب ايش؟ كل رقم 25%، او المجموع على العدد نفسه. كويس؟ عشر، 40,000 تقسيم 4 يساوي 10. 120، 150، 160، 165 ألف، 165 ألف على 4 بيطلع 41,250. الثالثة 200، 250، 275 ألف، 275 ألف على 4 فيها 60، 68,700
وخمسين. نيجي لي النوع الخامس الموجود عندنا هي مصفوفات الندم، أولى لكن الثانية لكن الثالثة، طبيعة الأولى طبيعة الثانية ثالثة. الندم شو بحكي؟ قل نأخذ أعلى قيمة بكل عمود ونطرح الباقي منها، أعلى قيمة أعلى قيمة في العمود الأول، أعلى قيمة 10,000 مظبوط. عندنا 10 ناقص 10 0، عشرة ناقص عشرة صفر، الثالثة 10,000. طبيعة الثانية 35,000 ناقص عشرة 25,000 صفر 10. الحالة الثالثة 60,000 50 صفر 10. حالة الرابعة 200,000 أي 190 140 صفر مظبوط. كويس، شو بنحكي احنا؟ اي ماكينة يجب ان نختار بناء على اللي هي المصفوفة؟ مظبوط. طلعوا قديش على ندم عندنا هون؟ 190. وعلى ندم في الثانية 140، وعلى ندم هون 10. من اقل واحد 10. تتذكر شو حكينا احنا من البداية؟ ها ليش؟ لان هي اعلى ارباح واقل ايش؟ واقل خسارة. واقل خسارة شو هي معناها؟ ندم. اقل ندم موجود عندي اني اخسر دينار، بينما الماكينات الاخرى مالها؟ طلعوا الخسائر شو بتعطيني؟ بتعطيني كميات عالية. إذا هذا هو المطلوب، أنه كيفية اختيار الآلة واتخذ قراري، والقرار هو الماكنة الثالثة، أني أنا بقوم بشراء ماكنة رقم ثلاثة اللي بتعطيني أقل ندما وأعلى الأرباح الموجودة فيها، وهو المطلوب. شكراً.